الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كل عام أنت بخير قبل الله منا ومنك مش ذا يا بوي هذا ثوبه كيف نفصلها الأخ إيه نفصلها عشان الصدق هو شوي ساتر حسم زمان ما صبرت السلام عليكم اخباركم ان شاء الله طيبين رجعنا لكم في فيديو جديد في عيد جديد في المملكة العربية السعودية هذه اول مرة اعيد في السعودية من سنتين ونص تقريبا صح العيد ما كان الشيء اللي كنت ابيه بالضبط لكن نحمد الله ونشكره على الامن والامان والاستقرار اليوم حبيت اسوي لكم Q&A سؤال وجواب لانه في اسئله كثيره كانت تتداول في القناه وكنتوا دائما تدورون لاجابتها ابشروا ما طلبتوا شيء والله الطريقه اللي حابدا فيها الاسئله حاسال سؤال بانجليزي وسؤال بالعربي طبعا الاسئله هذه كلها مجمعها من اخر 10 مقاطع والاسئله الاكثر تداولا Let's get started السؤال الاول محمد اخبار اخوانك عساهم بخير ابشركم يا جماعه اخوي محسن في امريكا واخوي مؤمن في السعودية عند الوالد والوالدة في المدينة المنورة والحمد لله نحمد الله ونشكره وشكرا على السؤال هذا تخصيصا أو خصيصا لأنه اللي يهتم لعائلتي أنا أهتم له فشكرا لكم Question number two Where are you from and how come your Arabic is so good? Okay, so to answer that first question I'm from the United States of America I grew up in Saudi Arabia until the age of 17, 18 years old. So that's how I picked up the Arabic language. And yeah, that's why I speak two languages. السؤال الثالث محمد هل عندك سيارة؟ ما أدري السؤال ذا ليه تكاثر أتوقع أنه كنت تشوفه يعني دائما مرة بكوريلا مرة بكامري مرة بمرسيدس وش السالفة؟ لا يا جماعة للآن ما عندي سيارة أنا هنا بدون إقامة يعني فقاعد أنتظر أني أطلع إقامة عشان أشتري سيارة وفي سؤال بعد حاب أدخله في نفس السؤال هذا اللي هو وش الموتر اللي ودك فيه يا جماعة أي أحد عنده كابرس 14 15 16 يعلمني أي وكالة معرض سيارات عندك إيميلي تحت ورقم الواتساب تواصلوا معي ترى متحمس أبي كابرس سؤال الرابع question number four how much money do you need to live a good single life in Saudi Arabia I'm talking about my own personal experience I think individuals who would like to live in Saudi would require an amount from 30,000 and above in dollars of course سؤال الخامس لقيت شقة ولا لا أبشركم يا جماعة ولله الحمد صح كورونا وأخبار سيئة طير عن بليسك عندنا دبابير هنا في المزرعة فاللي تابعني سناب يعرف جننوني أبشركم يا جماعة صح كورونا وأوضاع يعني الواحد مو مرة متحمس لها لكن الحمد والشكر لله لقيت شقة زي ما أبي بالضبط فشكرا على سؤالكم Question number six How come you left the States and moved to Saudi Arabia? Well, I grew up here, my family's here, I feel more comfortable here, and the lifestyle that I want to achieve is here. So, yeah, America's cool, I would always visit, my family's back home, but in the same time, I feel like I want to start, man, these birds are going crazy. I want to start a good base here, so, you know, I can actually start my life here, if that makes any sense. سؤال رقم سبعة ليش المحتوى صار بالإنجليزي؟ أوكي السؤال ذا يبيله قاعدة صح يا جماعة لما كنت في أمريكا كان محتوى بالعربي اللي كان هدفي أني أوصل معلومات للعرب يجهلونها عن أمريكا كون أنه ما في محتوى عربي قيم يوصل الخلاصة بحقيقتها في قنوات كثير تتكلم عن أمريكا لكن أحس المعلومات ضالة
حبيت اني اوصل المحتوى بابسط طريقه معينه. لما نقلت للدوله العربيه كالمملكه العربيه السعوديه حبيت اوافق بين عصفورين. العصفور الاول كثير من المتابعين كانوا يقولون محمد نبي نتكلم انجليزي، نبي نتعلم انجليزي، فقلت ليش ابخل عليهم بعلم دامي الان غير مؤهل اني ادرسهم ولا عندي وقت اني اتكلم بالانجليزي. ويعلم الله يا جماعه اني لما اتكلم انجليزي الترجمه تاخذ وقت كثير، تاخذ كاني قاعد منتج مقطع على حال بس عشان اترجم لكم المحتوى. فيعني ودي تقدرون ذا الشيء البسيط، وفوق ذا عشان عائلتنا تكبر ويصير عندنا متابعين اجانب، خاصه انه ما في ولا حتى فلوجر واحد في السعوديه. فاذا تعرفوا فلوجر تقولوا لي تحت، اعرف حتقولوا لي اسماء كبيره، لكن اكثر الناس هذه يا تصور في بيتها يا تصور لما تسافر. ما في احد يوثق السعوديه كالسعوديه بنفسها خارجيا، فودي اكون اول شخص يسوي هذا الشيء. فاتمنى انكم تفهموني، وبالعكس يعني تتحمسوا للشيء ذا، انه قاعدين نوافق بين الاجانب واللغه الانجليزيه واصور لكم فلوجات برا. وصدقوني يا جماعة انتوا ما شاء الله تبارك الله عجبتكم المقاطع اللي قبل وضربت مشاهدات ما شاء الله تبارك الله. صح ان كنا قاعدين في البيت، بس انه اقصد انه هذه المقاطع صورتها وانا ما عندي شيء اصوره، حاولت احصر مخي، كتبت نصوص، طلعت بفكرة، وثقت حياتي بطريقة مشوقة. فتخيلوا اول ما تزين الامور وش بيصير يا شيخ. ورب الكعبة وربي شاهد على ذا الكلام، وبإذن ربي اني بتوفق وبتشوفون شيء ما قد شفتوه أبد في اليوتيوب بإذن واحد أحد. Question number 8: Was I born a Muslim or not? Well, yes, I was born a Muslim. I was born with the name Muhammad. And then a lot of people think that I'm trying to be a rapper or something. You know, like Muhammad Donald Wade Flat. Yo, man, you know how it is, man. Put me on the mic. No. So that's just my name, Muhammad Donald Wade Flat. And yep, that's my real name. I know it's weird. السؤال التاسع: محمد هل لقيت وظيفة ولا لا؟ في أمور كنت قاعد أشتغل فيها وفي وظائف قاعد يعني أبادر فيها، لكن هل الآن نقدر نقول في وظيفة رسمية في قطاع معين محمد شغال فيه؟ لا. نسأل الله إنه يرزقنا من خيره، وأبدا أنا متفائل بالخير. ومع الوقت أصلاً قاعد أفكر بطريقة ريادية إنه مو لازم أنتظر الوظيفة ولا أي شيء من هذا القبيل. يجب علي أن أتقدم بمحتواي وأن أصنع شيئاً. فهمت السؤال. Question number 10: Have you gained weight? Look at me, bro. I gained so much weight. You can see my cheeks are going crazy. No, I don't love it, but at this situation, the gyms are closed. I don't have a kitchen to cook in. It's hard to get my proteins, my fats, and it's pretty expensive to eat healthy, to be honest. Like last month, I've been ordering through like those delivery apps, and I've spent a lot of money. Just imagine breakfast, lunch, and dinner through a delivery app. Just do the calculations, and it's a crazy amount of money. So yeah, can I order healthy food? Yeah, but would it be, you know, the right thing to do at the moment with no gyms or nothing? No. So it's okay to be a bit fat and feel good. So by the time things go back to the norm, you know, your boy can get his gains back. في النهاية حاب أقول لكم إنه الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. يا أخي فوقنا سقف وبطوننا مملوءة ومو ناقصنا ولا أي شيء، والله الحمد. صدق يا جماعة يعني بفضفض لكم هنا، ويعني صح الأزمة صعبة ووقفتنا عن عاداتنا وما قدرنا نشوف أهلينا. يعني أنتم متخيلين أنا في الرياض ما قدرت أشوف أهلي، ما قدرت أرجع المدينة. أولا لأنه أرجع وأقول ما كان عندي إقامة، فما أقدر أطلع تصريح إني أروح لهم كثير. ليه ما تروح عند أهلك؟ مو أنت شكلك؟ لا، ما أقدر أطلع تصريح أشوفهم. ثاني شيء خوفا اني انقل لهم العدوى لا سمح الله. فزي ما تشوفوا انا معزول في المزرعه ذي لفتره، انا وصاحبي عبد الرقيب، والحمد لله يعني نقدر نقول انه الامور بدات يعني تتحسن افضل وافضل، ومع الوقت ان شاء الله نسمع اخبار زينه وطيبه باذن واحد احد. وفالنا وفالكم التوفيق يا جماعه، ويعلم الله اني احبكم والله، وأشكر دعمكم في الآونة مؤخرة، وأتمنى
انه الفيديو هذا ينال اعجابكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده، عايد عيدكم من السالمين من الغانمين، كل شيء. ودي اوزع لكم عيديات لكن ربي يوفقنا وياكم ان شاء الله، ونشوفكم على خير. Peace, respect, and love. Proud, but never satisfied. هنا كنت قاعد اصور لكم، صح؟ هذا اللي كنت تشوفونه خلف الكواليس، طاولتين، مشبك، والكاميرا بينهم. يا اخي عشانكم لازم نسوي اي شيء.